عايزين نرجع تاني بقى لنقطة الهجرة الغير الشرعية، يعني بترقص مصر للاتحاد الافريقي ده هيكون يعني ازاي، ده هيحد من او ممكن يساهم في ان احنا نكافح الهجرة الغير الشرعية؟ انا قلت لحضرتك الهجرة غير الشرعية مكافحتها بالتنمية، وان كل دولة النهاردة تقدر تحقق تنمية لشعوبها في الاماكن التي يعيشون بها، ويبقى مستوى معيشة افضل، مستوى تعليم افضل، توعية الناس ان مش دايما الهجرة للدول الاوروبية هو بيحقق مكاسب فيها، لا ده بيبقى لها مخاطر كبيرة جدا، وفي يعني رفض من الدول الاوروبية بالكامل ومن كثير من الدول الهجرة غير الشرعية، فالوضع تغير بشكل كامل. فالسبيل امام رئاسة مصر اتحاد افريقيا انها تعزز ده ويحصل تكامل داخل القارة الأفريقية، نحقق بيه تنمية تمنع الهجرة غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية مش قوانين نقدر نحطها، بقدر ما تنمية موجودة نقدر ان احنا نوصل بيها لتحقيق ان الدول تكون جاذبة، يعني تكون جاذبة للمعيشة طاردة. ما تكونش طاردة، صحيح، ما تكونش طاردة، ويكون في تأهيل لده وتوعية بشكل كبير جدا، وده عن طريق التكامل الذي يحدث بين الدول الأفريقية والعمل. مفهوم الشعب لازم يتغير، يعني ومفهوم الشعب ما هو ده ثقافة وتعليم ودور، وأنا أعتقد أن أفريقيا تغيرت كثيرا جدا جدا عن الماضي، لأن دايما لو الصورة النمطية اللي دايما في دماغنا، ولا الصورة اللي بتعكسها الدراما والمسلسلات والأفلام إطلاقا. النهاردة أصبح في استثمارات حقيقية داخل أفريقيا، دول كثيرة جدا سبقتنا ودون أن نسمي هذه الدول، وحققت استثمارات بشكل عالي واستفادت بشكل كبير، لكن احنا ما تأخرناش كثيرا في هذا الوضع. لكن ازاي ان احنا نبقى على الطريق الصحيح، وازاي ان احنا نشوف ايه الاهداف وايه المشروعات. هو ببساطة القارة الافريقية لو ما كانتش كنز في حد ذاتها، ما كانتش بقت يعني مطمع لدول الاستعمار على مدار التاريخ، على مدار يعني دول استعمارية على مدار التاريخ، ده حقيقي.